لكن ودهم يعرفون الشيخ محمد العريش بدايته ونشأته وسيرته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والله لست بعيدا عما ذكر الشيخ. الحياة العادية يعني الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المنطقة الشرقية في الدمام، ثم انتقلت للدراسات العليا في الرياض، ودرست دراسات عليا في جامعة الإمام، عملت في كلية المعلمين فترة، ثم ضموا كلية المعلمين إلى جامعة الملك سعود، فكملت في جامعة الملك سعود تقريبا 3 أو 4 سنوات، ثم قدمت تقاعدا مبكرا بعد ما كملت 25 سنة. شايب لا والله أنا متقاعد وليس مقاعد. أنا لما كملت 22 سنة قدمت طلب تقاعد، لأنك إذا كملت 20 ممكن تقدم، فيعني رفضت الجامعة أن يوافقوا على تقاعدي، في حاجة كان للدكاترة يعني. فلما كملت 25 سنة النظام يحق لي أني أتقاعد خلاص، يسمونه التقاعد المبكر، فتقاعدت. يعني أريح نفسي من الدوام والوظيفة، ويعني وعندي عدد من الارتباطات الأخرى، عسى الله أنه يقبل من نومي. الله يرضى عنكم شيخ. أجل ما شاء الله من أهل الشرقية شيخ محمد. إي والله أنا نشأت فيها وولدت فيها ودرست فيها، ولي أصدقاء والله كثر في الشرقية، ومنهم الشيخ سمير ترى وين ما شاء الله، الحارث صديقي من يوم حنا في الشرقية. إي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الله شيخ محمد، مو باين عليك الكبر الله يحفظك. ماني كبير انا متقاعد تقاعد مبكر. لا والله جد تقاعد مبكر. لا بس بدي ناكد المعلومه بس والله. تزوجت وانا صغير يعني عندي ظروف خاصه. جد هم كبير وما كبير. شوفوا انا من عيال الشيخ الله يطول الله يسلمك. يوم تخرج داعيه وانا اقعد ذيك السنه. اي والله اني اقعد. يعني واضح المسألة. الشيخ أصلا التزم على واحد من أشرطتي وكان لاعب كرة في نادي صحيح، وتخبرون يعني ربما كان منشغل ببعض الأمور فسمع لي شريط المشتاقون للجنة، ثم حضر لي محاضرة في أبها والتزم. اللهم ولله الحمد. عسى الله أن يثبته ويعظم أجره. لو أعلمكم كيف هدايته. سمع شريط لي قديم اسمه مبروك عليك أخي، رسالة إلى العروسين، قام يبكي يحسب إنه يلعب. يعطيك العافية شيخ سعيد. شيخ محمد ما أجمل هذه الابتسامات المرسومة على شفاهكم يا إخوة. وللعلم ترى كل واحد فيكم يؤجر، والمشايخ طبعا مكسبين الأجور ذي كلها إن شاء الله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. شيخنا خلنا نبدأ من عند الشيخ محمد العريف الله يحفظه، يعطينا قصة كده مفتوحة. خلنا نبدأ بالقصة من عند الشيخ، لأن ما شاء الله تبارك الله. نبدأ بالشيخ سعيد. تشوف كده.